زين في المقر ويدشنونا، اعطونا اياهم حتى نسمع منهم كلمات ثم يعودوا لنا من جديد. وتحدث معهم ومع ضيوفنا عن وقف الام بمكه. هنا الام وهنا مكه، الام الغاليه تستحق منا الكثير والكثير، فليش نكون مقصرين وليش هذا التاخير عن الانفاق عنها في وقف جميل مبارك؟ وفي مكه الاجور مضاعفه الان، لا تتاخر، تصدق وبادر. تطبيق الراجحي اكتب بس ظلم ويطلع عليك اسم جمعية البر الخيرية بظلم، وشارك وأنفق في الوقف الخيري، وبإذن الله تكون من الفائزين المتصدقين، وإن الله يحب المتصدقين. سفراءنا ومراسلين هناك من أرض الحدث عادل بن هيف وعبد الرحمن العصيمي، مساكم الله بالخير. مساك الله بنور أبو عبد الإله. والآن أنتم من مقر وقف الأم بمكة، ندشن معكم وعلى بركة الله. فلك المايك يا عادل أنت وعبد الرحمن. اولا اسعد الله مساك بالخير يا ابو عبد الاله، امسي بالخير عليك وعلى الشيخ طلال الدوسري وعلى الدكتور سعود الحارثي وعلى جميع زملائنا اللي قاعدين يشوفونا الان، وعلى اللي هم دائما يدعمونا شركاء النجاح متابعينا سواء عبر قناه الواقع او حتى اللي يتابعونا عن طريق البث المباشر. يقول الله تعالى: وانفقوا في سبيل الله. اليوم حنا في ليله مختلفه جدا، وليله بالنسبه لنا تعتبر بإذن الله انطلاقة بعطاء متابعينا الكرام. اليوم ليلتنا مختلفة يا عبد الرحمن، ايش السبب؟ اكيد مختلفة، الليلة غير كل الليالي، يعني بإذن الله الليلة عند تدشين جمعية البر الخيرية بظلم، والتي يدور حولها اللي هي الرؤية اللي هي جمعية البر بظلم، جمعية رائدة تقدم خدماتها لمستفيديها دعما للاستقرار الاجتماعي في ظلم، وأيضا عندها رسالة. الرسالة التي تتكلم عن تحقيق الأثر الإيجابي في مركز ظلم من خلال مجموعة من برامج الدعم الاجتماعي تساعد الأسر المحتاجة وتلبية احتياجاتها الضرورية لتحقيق حياة كريمة. ممتاز. طبعاً اليوم ولله الحمد يعني دشنا ركن وقف الأم لجمعية البر بظلم بمنطقة مكة المكرمة. طبعاً هذه الجمعية تعنى بخمس مسارات أبو عبد الله وأخواني جميعاً: مسار العمل الإغاثي، مسار الإسكان، مسار الأيتام، مسار التدريب والتأهيل، ومسار تطوير أنظمة العمل. الجمعية حقيقة لها أهداف عدة، من ضمن أهم الأهداف الاستراتيجية هي تحقيق الاستقرار الاجتماعي، كذلك تطوير قدرات أفراد المجتمع وتطوير العمل المؤسسي. عبد الرحمن كمل لنا أهداف الجمعية. تحقيق التميز المؤسسي في كل من العمليات الإدارية والمالية وفق نماذج الجودة والتميز العالمية، كذلك بناء الشراكات الاستراتيجية الفاعلة مع كل الجهات ذات العلاقات لتحقيق أهداف الجمعية، وأخيرا تحقيق الاستقرار المالي من خلال الاستدامة المالية للجمعية. جميل جدا. طبعا أول سؤال ممكن يتبادر لذهن مشاهدين الكرام: طيب هل أنا أقدر أتبرع بمبلغ معين ولا أقدر أتبرع حتى لو بريال؟ لا أكيد أكيد، لا طبعا ما هي مقتصر على الاسهم الخيريه، لا تقدر تدفع نص ريال، تقدر تتبرع بريال بما تجود به. نعم، بما تجد به نفسك. طيب عندنا كذا سهم، عندنا سهم الخير 100 ريال، سهم البر 300 ريال، سهم الوفاء 900 ريال، برضه ايضا سهم الرحمه 600 ريال، متر الاحسان 1600 ريال، كذلك شقه البركه 300,000 ريال. قيمه الوقف 10 مليون. اذا بتقول صعب، صدقني ما هو صعب. لا ما هو صعب. بإذن الله بهمة الشباب وبهمة ممن يشاهدنا من أخواتنا النساء، بإذن الله أنه راح يكتمل قريبا وعاجلا غير آجل. طبعا المبالغ هذه إذا دفعت إلى أين تتجه؟ تتجه إلى جمعية تحت مظلة حكومية، أي بين قوسين رسمية. طب وين تصرف يا عبد الرحمن؟ تصرف في كفالة، على كفالة الفقراء، على كفالة الأيتام، على الأرامل، وعلى علاج المرضى. كذلك هنالك أربع نواحي: طال عمرك، على سلال الخير، على سقي المياه، على تفريج الكرب، على إفطار الصائم. نعم ممتاز. نعم. جدا. طيب العافية شباب عادل عبد الرحمن سم. كلامكم جميل، وهنا يعني هذه اللحظات معكم نكون دشنا وقف الأم بمكة ومقرها في لوكيشنات البرنامج، وبكم إن شاء الله سفراء الوقف ومع زملائكم السفراء الأسابيع القادمة يتغطى هذا الوقف بهمة الرجال وبهمة كذلك كل أهل الخير اللي دائما يبادرون ويتبرعون ويشاركون في هذا العمل الخيري. شكرا عادل بن هيف. شكرا عبد الرحمن العصيمي، يشرفونا هنا معنا في الاستوديو، يعطيكم العافية. هذا هو مقركم ومقر زملائكم للحديث دائما عن وقف الأم بمكة.
طيب شيخ طلال، الآن حنا بصدد الحديث عن هذا الوقف، وقف الأم بمكة التابع لجمعية البر بظلم، يعنى مثل ما ذكر الشباب كفالة الأيتام ورعاية الأرامل والمحتاجين وسقي الماء وتفطير الصائمين. يعني أبشركم يا شباب أستاذ مشاهدين، الآن وصلنا ل 8% مع أستاذ المشاهدين وتبرعاتهم لهذا الوقف، بإذن الله مع الأيام مع دعم أهل الخير ونشرهم وبذلهم يكتمل الوقف. وش تقول يا شيخ؟